هذا وقد أعلنت هيئة الأرصاد أن موجة الأمطار المستمرة منذ أسبوع هي الأسوأ في تاريخ مصر. والآن مع أحمد منير. هتودي نفسك في داهية يا عم خليل والله في الجو ده. الورد مش هينفعك. ايه يا زفت انت؟ ساعة عشان تفتح لنا في الجو ده؟ ده احنا كنا هنموت. عمو من فضلك ما تجمعش. انا ككلب بحر اصيل واصلي بعيش اجمل لحظات حياتي في الجو ده. جاي بايديك فاضية يعني يا هنيدي؟ امال جدك فين؟ انا فاكره عندك، قال لي هروح اجيب فطار وعدي على عابدين لا يكون جرى له حاجه في الجو ده. يا حبيبي يا جدو، زي ما بقول لحضرتك كده، خد تمن لانشون بالزيتون متقطع رفيع وتمن جبنه رومي قديمه بالفلفل الاسود وبقيت ال100 جنيه ومشي قبل المطره ما تشتغل بثواني. انت كذاب، لو كان جدي خد الحاجات دي فعلا يبقى كان المفروض ياخد معاهم 10 فينو بالسمسم. ايه هياخد الجبنه الرومي يقرقط فيها زي الفران؟ انت خطفت جدي. وهو جدك ده لا مؤاخذه يا سوبر هنيدي، لما يتخطف ممكن نستفيد منه بايه مثلا؟ في تجاره الاعضاء معروفه دي، تاخده وتقطعه على مكنه اللانشون بتاعتك وتبيع كل عضو وعضو بالشيء الفلاني. هو جدكو ده لسه في اي اعضاء شغاله؟ ما تبطلوا فطير على الناس بقى وتفضلوا خلونا نقفل، المطره مبهدله الدنيا. يلا بينا يا سلعط، تعال ندور في حته تانية. متشكرين يا عم نيله. بتقول ايه؟ اجري يا سلعط. على الله، شوف مخلوق منكم هنا تاني.